لو الحكاية فيها إن فيتو أكيد النهاردة موجودين نتكلم على الفترة اللي جاية واستعدادنا لأول مباراة رسمية في التصفيات على الأفريقية. وأنا طبعا في بعض النقاط عاوز أوضحها. بداية المشوار بالنسبة لنا مهم بالرغم ان هو مش ده الهدف الاساسي، لان الهدف الاساسي هو تصفيات الاولمبيات، لكن انا فضلت ان انا فريق اتحاد الكوره معانا مع بعض ان احنا نشارك في دوره الالعاب الافريقيه اللي هي هتبقى مشابهه بشكل كبير جدا للتصفيات خاصه بالاولمبيات. يعني زي ما احنا عارفين ان تصفيات الاولمبيات هيبقى برضه في دور واحد تمهيدي، في حاله ان احنا نتخطى الدور ده ان شاء الله نخش نفس البطوله ان شاء الله تأهلنا فيها دوره الالعاب الافريقيه، هتبقى هي التصفيات برضه. والصدفه ان هم الاثنين هيبقوا في الكونغو، لكن دي في الكونغو ودي في الكونغو الثاني، يعني دي كونغو كنشاسا اللي هي بتاعت الاولمبياد والثانيه كونغو الثانيه. فبالتالي التشابه الكبير ده بالذات لبعض اللاعبين اللي هم موجودين معايا لاول مره، في نفس الوقت التعود على بطوله مجمعه من 8 فرق هتبقى مشابهه جدا برضه لتصفيات الاولمبياد. المشوار مهم بالرغم ان في صعوبات كبيره جدا، الصعوبات طبعا يمكن الاختلاف اللي حصل في برنامج الاعداد نتيجه توقف الدوري. احنا كنا عاوزين نبتدي من يوم 22 ويبقى في جاهزيه للاعيبين بشكل افضل، لان احنا ابتدينا من 15 بعد ما حصل توقف للدوري، لكن يمكن فتره طويله شويه من 15 لغايه 1 احنا بنتكلم في اسبوعين. احنا خدنا مباراه وديه وفي نفس الوقت بنستعد زي ما انتم عارفين معناش طبعا المحترفين. احتمال رامي يبقى موجود النهارده، لان رامي وكوكا هم اللي حاولوا مع الانديه بتاعتهم ان هم يبقوا موجودين. زي ما احنا عارفين التصفيات دي لازم تبقى في موافقه من الانديه، لان دي مش اجنده رسميه. فبالتالي رامي يبقى موجود النهارده ان شاء الله. الحاجه الثانيه عندنا برضه بعض الصعوبات بالنسبه لحته مركز راس الحرب بشكل كبير جدا، يمكن محمد سالم وشكري نجيب هم العناصر اللي احنا مركزين عليهم في الحته دي. سالم لاعب المقاولين طبعا يمكن جالنا من المقاولين مصاب وعنده نزيف في عضلات البطن، ما عنديش الا شكري بس. يمكن الفتره اللي احنا ابتديناها وزي ما تتذكروا كنتوا موجودين معانا هنا من سنه تقريبا في نفس الملعب ده، شفنا مركز ال 150 لاعب ودي فادتنا بشكل كبير جدا. لنا صعوبات بقينا على بعض اللاعبين اللي احنا متابعينهم في الانديه، وبالتالي يمكن انا لجأت ان انا استعين بلاعب اسمه حسين رجب من المقصة، ان شاء الله باذن الله يمكن كان موجود معانا هنا في شهر يناير، لما حصلت الازمه دي استدعيته تاني ان شاء الله. يعني انا مبسوط جدا من الشكل اللي انا شفت الولد عليه، ان شاء الله يبقى اضافه لنا في الفتره اللي جايه. زي ما احنا عارفين برضه يمكن بلغنا النهارده لسه عدم موافقه الاهلي على اقامته في القاهره، اتحاد الكوره بيحاول خالد عبد العزيز برضه بيحاول مع الامن ان المباراه تكون في القاهره. احنا منتظرين طبعا القرار هيبقى بتاعنا طبعا، والقرار اللي هياخدوه طبعا هنبقى يعني منفذين ان شاء الله، لان دي